Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المؤمنون الكرام أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم اغفر لنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم برحمة منك وأنت أرحم الراحمين ذكر شيخنا الفاضل بالموعظة ذكر عن عذاب القبر وعن وحدانية الله سبحانه وتعالى وعن كلمة الله والله إذا من تم من هلف إلى يوم القيامة ومنكتب بأقلام الدنيا وبكتب الدنيا وبصحائف الدنيا كلها ما نقدر ننفذ كلمة الله سبحانه وتعالى لازم نحمد الله تعالى عرفنا باسمه سبحانه وتعالى لازم نحمد الله تعالى اني نحن عم نذكره كلمة الله تعالى عم تطلع من تمنا لكن أتى رجل لموسى عليه السلام قال يا موسى أنا عندي ذنوب وعاصي لله وبعمل كذا لكن لا عم يصير شيء ولا عم بطل شيء ولا عم يجي على راسي شيء نعم خليني ما أذكر خليني ما صلي خليني ما أعبد الله تعالى لكن ما عم يصير شيء السبب الله تعالى أعطى الجواب قال له يا موسى قل لهذا الرجل ما بيعرف أني أنا نسيت أكبر النعمة هو اسمي نسيت ذكري أنا ما بيعرف أني أنا نسيت هذا الذكر فهذا أكبر عذاب أني إذا بتنسى الله تعالى ويقول سبحانه وتعالى إذا أنت بتنسى هون تنسى يوم القيامة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم الله تعالى لا يجعلنا منهم إذا في بقلبك مخيفة الله وفي تقوى لا تخف من ذي سلطان ما دام حسبك الله لا تخف من أي شخص فهو حسبك فهو وكيلك كما صدق من قال جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا فمن ذا الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا كلياتنا بني آدم كلياتنا حاملين النفس بصير عنا هم يعني أصغر شغلة بتكون عنا هم كبيرة لكن لا تقول من هاليوم من هالأيام أني أنا يا ربي عندي هم كبير فارتجع لهمك وقل يا همي فعندي رب أكبر منك يا ربي فأنت أكبر من همي فافرج همي يا رب الله تعالى يفرج هم المهمومين إذا ضاقت إذا صار عندك هم لا تكن عندي هم كبير بل
قل ربي أكبر من همي. إن قلت أنا في ألم تذكر أن الله يقول لا تقنطوا من رحمة الله. إن قلت أشعر وكأنني وحدي تذكر آيات الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا تقول أنا وحدي فهو أقرب منك إليك سبحانه وتعالى. إذا ضاقت بك الأرض فقل يا الله. إذا ضاقت بك الأرض فقل يا الله. هل كلمة بتعزك؟ هل كلمة أكبر شرف؟ هل كلمة أكبر نعمة؟ قارون ابن عم لموسى عليه السلام لما افترى لموسى عليه السلام، قارون افتراء ما بتنجر على اللسان. واحد يفتري على النبي، يفتروا كانوا بني إسرائيل أن موسى عليه السلام هيك هيك سوا، حاشا صحولة للمرأة تعرف أني والله والله هذلني ويطلع منه هيك أشغال من موسى عليه السلام. فغضب موسى عليه السلام قال له يا ربي أعطيني الأرض تحت أمري أو أعطيني شيء، أنا لا جازي لهذا الرجل لقارون. الله تعالى عطى الأمر لموسى عليه السلام.